ما ينفعش نعدي موضوع القائمة من غير ما نعدي شوية على مسألة الهجوم الضاري اللي جه من الإعلام أو بعض الإعلاميين حوالين مروان حمدي، مصطفى فتحي، كمان كان الكلام على كوكا. وأنا هنا مش عايز أشخصن الأمور، لكن عايز أتكلم في فكرة واضحة. هل يجوز إنه أي إعلامي أو أي لاعب سابق حتى لو نجم كبير يوصف لاعب بعينه إن اللاعب ده ما ينفعش المنتخب مصر، ولا كل اللعيبة عندها هامش التطور اللي ممكن يبقى في وقت من الأوقات يصلح لمنتخب مصر؟ بص، رقم واحد الخناقه دايما يعني ما ينفعش تبقى من اعلامي كبير ايا كان منصبه، يعني انك تتكلم على لاعب، لان انت في النهايه كنت لاعب. انت ممكن تنتقد، من حقك طبعا، احنا شغلتنا ان احنا ننتقد اداء لاعب، شخصيه لاعب، اداؤه مع النادي، اداؤه مع منتخب مصر، كل ده من حقي كاعلامي او كمحلل ان انا انتقد. لكن ان احنا نخبط في بعض بشكل كبير، ده اللي مش حبه. يعني انا مش حبه. كل واحد ليه وجهه نظر، كل واحد ليه منبره اللي هو يعني بيقدر يتكلم منه ومن خلاله، وبيوجه بيه الرسائل لبعض الناس، فبيدخل فيها ناس كتير جدا. فانت النهارده يا اما بتبقى عايز تنتقد هشام عشان يعلى هشام بشكل محترم، يا اما بتنتقد هشام عشان عايز تموت هشام. فدي هي اسلوبين يا محمودي، وانت عارف كده كويس. الاعلام هو حاجه موجهه وقويه جدا وبتوصل للناس. السوشيال ميديا النهارده كمان بقت اقوى. النهارده خلاص كل واحد على تويتر، بيبقى كل واحد على انستجرام، على فيسبوك، على اليوتيوب، بيكتب كلام، فبتلاقي النجم بيخش يتكلم. انا مع وجهه النظر ان النجم دايما ما يتكلمش. طب الثلاثه دول، مروان، كوكا، مصطفى فتحي، هل في حد فيهم اقدر اقول انه لا يصلح لمنتخب مصر، ما ينفعش ينضم مهما كانت الاسباب؟ لا، هم ليهم فرصتهم، لان احنا شفنا كوكا قبل كده انضم لمنتخب مصر ولعب تصفيات كاس عالم ولعب في كاس العالم. لكن مصطفى فتحي ده اللي غريبه بالنسبه لي. مصطفى فتحي لابد ان هو يبقى موجود في فرصه، لان هو لعيب امكانياته عاليه جدا، يفيد اي فرقه يبقى موجود فيها سواء المنتخب او النادي. مروان هياخد وقت، فمحتاجينه في الفتره اللي جايه ان هو يشتغل على نفسه اكتر، ان يبقى مركز اكتر في الملعب مش مركز بره الملعب اكتر. يعني هجوم كان قاسي شويه.